تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر. طابت أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة من منصاتنا الإلكترونية وتلفزيون الوطن. تتواصل الجهود المصرية لحقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتال الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي هذا الإطار تم الإعلان مساء اليوم عن تسليم الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر. واستقبل معبر رفح الدفعة الخامسة من المحتجزين تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الرهائن في طريقهم إلى منازلهم. من جانبه رحب حلف الناتو بإطلاق سراح المحتجزين ووقف القتال في قطاع غزة وضرورة إيصال المساعدات. عن الدور المهم التي تقوم أو اللي بتقوم به مصر، معانا على التليفون الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية. أهلا بمعاليك يا دكتور. تحياتي، أهلا وسهلا يا دكتور. كيف ترى هنا تواصل الجهود المصرية في تمديد الهدنة في قطاع غزة وما فعلته مصر؟ بعد التحية، طبعا أعتقد جهود هامة جدا بذلتها مصر منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في السعي نحو هذه الهدنة التي حدثت خلال الأيام الماضية، وأيضا ما يتعلق منه بزيادة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. حضرتك كما تعلمي إن كان هناك العديد من المشكلات تواجه سكان غزة، سواء من الناحية الإنسانية في ضعف إمدادات الوقود أو ضعف الإمدادات الغذائية نتيجة طبعا الحصار الإسرائيلي، إضافة طبعا إلى ما يتعلق بوجود الآلاف في السجون الإسرائيلية يمكن منذ عدة عقود. وبالتالي فأنا أتخيل أن كل هذه الأمور التي تمت من خلال هذه الهدنة هي مكاسب جيدة فيما يتعلق بالوضع الإنساني، كذلك مكاسب جيدة فيما يتعلق أيضا بمسألة الإفراج عن الكثير من السجناء في السجون الإسرائيلية مقابل طبعا الإفراج عن المختطفين أو المحتجزين لدى حماس. فأنا أتخيل أن هذه خطوة هامة جدا بذلتها الدولة المصرية بالتشارك والتعاون مع الدول الأخرى، وأعتقد أن سيليها خطوات أخرى سواء من ما يتعلق منها بزيادة الوضع الإنساني أو تحسين أيضا الدخول للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو ما يتعلق منه أيضا بالسعي نحو تمديد هذه الهدنة، لأن طبعا هذه الهدنة أتخيل أنها هامة للطرفين، الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، خاصة أن الطرف الإسرائيلي حاليا يواجه العديد من الضغوط سواء في الداخل الإسرائيلي نفسه للإفراج عن المزيد من هؤلاء المختطفين والمحتجزين لدى حماس، أو من خلال أيضا الطرف العربي الذي يضغط بقوة تجاه تمديد الهدنة، إضافة طبعا إلى الطرف الأوروبي الذي غير الدفة تماما وغير توجهه نحو مزيد من الدعم الدخول للمساعدات الإنسانية. مصر كان لها دور كبير من خلال الجهود الدبلوماسية والاتصالات المتواصلة والكثيفة والمكثفة التي قامت بها مصر والذي قام بها والاتصالات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى في تغيير الموقف في الدول الأوروبية وكيف تحول إلى مساندة للشعب الفلسطيني. بالتأكيد طبعا الموقف المصري لا يمكن الحديث عنه إلا أنه موقف طبعا داعم قوي جدا للقضية الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر. لا ننسى أن مصر دشنت قمة القاهرة للسلام، ثم أعقبتها أيضا المشاركة في قمة الرياض، أيضا ما يتعلق منه بالجولات الرئاسية التي قامت بها مصر من خلال الصلوات المستمرة. طبعا نجد أيضا أن وزير الخارجية سامح شكري حضر في كل المحافل الدولية ومن الأمم المتحدة وتحدث عن ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وضرورة أن يكون هناك دخول مساعدات إنسانية لقطاع غزة. وزيرة المجر كانت بالأمس موجودة، عفوا رئيس المجر كانت موجودة في القاهرة بالأمس، كذلك كان هناك رئيس الوزراء أسبانيا كان موجود أول أمس. فنعتقد أن كلها جهود حثيثة، إضافة طبعا إلى جهود مصر مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر. طيب، من أجل أيضا هنا يعني سؤال مهم هنا يا دكتور، كيف حافظت مصر بمواقفها على أمنها، وخصوصا أن هذا الموضوع يتعلق بأمن مصر القومي، وأيضا حافظت على عدم تصفية القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد عندما تطرح مصر موقفها هي تحافظ على الأمن القومي العربي، وفي القلب منه أمن القومي المصري، بمعنى أن كان هناك خطة لمسألة نزوح الفلسطينيين في شمال وجنوب غزة إلى سيناء على سبيل المثال، أو ترحيلهم إلى الأردن. وبالتالي كان هذا هو المخطط الإسرائيلي. طبعا مصر وضعت لاءات ثلاث ما يتعلق منه لا للتهجير ولا أيضا لمسألة تسوية القضية من خلال حل عسكري، أو لا طبعا لمنع دخول المساعدات. وبالتالي فأنا أعتقد أن كل هذه الأمور حددت طبيعة الموقف المصري، وحددت أيضا الحفاظ على الهوية المصرية والحدود المصرية
سليمه وثابته دون اي تهديد من الجوانب الاخرى حتى من الشمال. فانا اعتقد ان كلها كانت امور هامه جدا فيما يتعلق بالحفاظ على الهويه كما اشرت، والحفاظ ايضا على الامن القومي المصري. طبعا للحديث بقيه، كل الشكر والتقدير للدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه على هذه المعلومات القيمه ومداخله حضرتك معنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. في الختام دمتم في أمان الله، وتابعونا دائما في خدمات إخبارية أخرى من منصاتنا الإلكترونية وتلفزيون الوطن، وتبقى التغطية مستمرة من منصاتنا الإلكترونية وتلفزيون الوطن وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. دمتم ودام الوطن.